لك أخيراً إجا هذا اليوم اللي نحن كنا ناطرينه. عن أي يوم عم تحكي؟ لك قليلي لشوف. قول. إذا كان اليوم 31 معناتها شو بكرة؟ 32. سكري تمك، اليوم آخر شهر معناها بكرة أول الشهر. يعني بدنا نقبض الراتب ورح تتعبى زيابي بكرة بالمصاري. كتير مصاري. الله، بس أهزري شوف. شو؟ بتعرفي من جهة رح أقبض الراتب وتتعبى زيابي أكيد، ومن جهة تانية ديف رح يوقع العقد مع مركز التدريب اليوم ورح تجي المصاري. معناها رح تجي المصاري من الطرفين ورح نغرق بالمصاري هيك ونسبح فيها سباحة كمان. لك شو فكرة أنت؟ يلا أحكي. وأكيد رح يتلاقوا بجيبتي أنا، مثل ما بيلتقوا النهرين بمكان واحد. إيه لكان؟ ايه هيك لك. طيب واذا انت بدك تخليهم بجيبتك كيف نحن رح نستفيد منهم؟ سانتوشي، ما في فرق بين جيبتي وجيبتك ابدا، انت بتعرفي هالشي. مو هيك؟ انا مبسوط كتير اليوم وجاي على بالي ارقص وغني، ارقص من الفرح. رح نصير كل يوم نرقص. ارقصوا هلا قد ما بدكم، لانه لسه جاي ايام رح خليكم تبكوا فيها كتير. ولك وقعتي علي مثل كيس الطحين، ظهري انكسر وصار يوجعني. قومي مو قدرانه اتحرك، مو قدرانه يا رجال ظهري. ولا يمكن خافف عقلكم. لك صحيح عمي، انا حبيت ذكرك بشغله. ذكرت وقعتي انا على الدرج؟ اللي بتوزع ما هيك؟ قول كنت، لك انت ما بتنسيه. قول كنت، مستحيل تنسى شيء ابدا قد ما مرت سنين. لك حدا يساعدني. ايود يا خير. شو أكون؟ خير شو في بابا؟ بابا كسر ظهري يا بنتي. شو صاير؟ شو ساعدت؟ أمي إن شاء الله تكون خسر. أنا هيك كل جسمي عم يوجعني يا بنتي، كله عم يوجعني كتير. اللي أبي عم يوجعك شي؟ طب كيف وقعتوا؟ كيف صار هيك معكن؟ أه؟ شبك أنت منيحة مرت عمي؟ لك انا زحطت بعدين امك زحطت، وقعت فوقي مثل شوال البطاطا. كسرتني تكسير. ايه الاثنين كانوا عم يرقصوا. ليش بكره اول الشهر؟ هي السبب ابني، هي اللي وقعتنا، هي اللي خلتنا نوقع. سكبت زيت على الأرض. روحي ماما اهدي، اهدي ماما اهدي. ايه كسرت لي ضهري يا ابني، كسرتني. بس بلشت الإذاعة عندك، بلشت الإذاعة. حكي حكي حكي، لأنه ما عندك أي شيء تاني، ما بتعرفي بس غير إنه تحكي. ايه بس بتحكي وبتنمي طول الوقت. ببساطة أنتو ناس بوشين. ايه هيك. وأنا يلي عملتها، سكبت لكم الزيت مشان توقعوا، وهي رديت لكم إياها مثل ما صار فيني إلي ساعتها، ولسه بدي أعمل. لك عيب. قولوا
يلا قولوا لي شو رح تعملوا. كول كنت لك انت كيف لا تعملي هيك باهلي. اتركها اتركها. خلص وقف، ليش عصبت؟ ما هي هيك طبيعتها. ليش لحتى انت توسخ ايديك فيها؟ ما انت بتعرف انها هيك وما رح تتغير. يلي عملتيه كان غلط والشي اللي عملوه هن كان غلط، بس عيب ترديه بهالطريقة. صدقني انا ما عملت شي يا ابني، صدقني. بعرف شو صار منيح بابا، بس مو صح نأذي بعضنا بهاي الطريقة وكأننا غريبين ومو من عيلة واحدة. لك انت شبك ديف؟ مفكر حالك عم تحكي مع بني آدم؟ ولك هاي من الناس اللي ما بتفهم غير بالضرب والعياط. هاي وحدة مهووسة بأذى العالم. خلاص اتأذيت واللي صار صار، شو بدنا نساوي يعني؟ خلاص روح انت، روح هلا وكمل شغلك. آرتي ليش واقفة هيك يا بنتي؟ يلا يلا روحي على شغلك لا تتأخري. يا أخ بابا كيف بدنا نتركك وانت هيك؟ قلت لك انا منيح ابني. خلاص يلا روح. يا اخ روح روح حبيبي روح 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 روحك انت. بس بس ماما اهدي. اخ يا جسمي اخ. يا جوجنو جوجنو تعال عندي. نعم امرني. تعال هون يا ابني. اسمع هلا اعمل لي مساج بزيت سخن يا اخ، لانه جسمي عم يجعني ومو حاسس بولا عظمه. يلا لحظة وبرجع. تفضل أي خدمة؟ مرني أستاذ، فيني ساعدك؟ شو المطلوب؟ بدي أشوف صاحب المركز لو سمحت. طيب عندي موعد اليوم معه، قل له ديف وصل. ماشي يا أستاذي، رجاء تفضل ارتاح. شرفتنا سيد ديف. مرحبا. أهلا وسهلا. تفضل استريح. شوف يا ريت تجيب للأستاذ شي يشرب. وشو بيلزمه بتلبيه؟ تأمر أستاذ. تفضل سيد ديف، نحن جهزنا أمور العقد. أنا وأبي عنا اجتماع صغير هلا وبعدين بنجتمع بحضرتك. طيب ماشي. ارتاح شكرا. شوي برجع لك. تفضل استاذ. شكرا لك عزبتك. اهلا وسهلا. بابا شلونك؟ ابني ديف اسمع، انت لازم توقع الاتفاق قبل ما تروح. اكيد شوف الوراق منيح واقراهم بكل هدوء، بعدين وقع الشراكة ببنودك وشروطك اللي انت بتفصلها. عم تفهم علي؟ فهمت يا ابني؟ اخ بابا شبك انت منيح؟ لك ايه منيح؟ اخ اهدي دير بالك حالك. بابا ابنك ما بنخاف عليه ابدا. هني هلأ باجتماع، رح نلتقي بس يخلص اجتماعهم والعقد. إيه. صار جاهز. باي بشوفك. استاذ اتفضل هذا الملف انبعت من مكتب المدير. اي ملف هذا؟ مدام هي قائمة الموظفين الجداد، يعني بقصد الموظفين الجداد اللي رح يداوموا عنا هون بالقسم. فيها اسماء ومعلومات تفصيلية لكل المهندسين، وخبرني المدير كمان إنك لازم تطلعي عليها وتدرسي حالة كل شخص فيها. بس هيك. طيب رح شوف ملف القائمة. ألو؟ إيه إيه حاضر. ماشي ماشي. رح أقول للمدام فورا. بس لحظة مدام، استني لا توقع على أي شيء. شو صار؟ ليش؟ شو هي المشكلة؟ مدام هالتليفون هاد كان من مكتب المدير، كان معصب كتير ومزعوج وطالبك فوراً على مكتبه، وقال لازم تاخدي معك قائمة المهندسين المبتدئين لعنده. ماشي أنا رايحة فوراً. طيب مدام. شو القصة أستاذ؟ استدعيتني بشكل عاجل وضروري، خير في شي صاير؟ ايه آرتي والقصة كتير مهمة. أنا بعتلك الملف لحتى توقعي اليوم مو هيك؟ هلأ أنت جبتيه؟ ايه نعم. لازم نلغي كل هالتعيينات فورا. القصة بصراحة هي إنه كل الوراق تسربت قبل الامتحانات. واضح إنه في عصابة كبيرة اشتغلت على هاي القصة،
وعلى الأغلب هنن عندهم مركز تدريب، وكمان بدهم طلابهم ينجحوا بهي الطريقة بالرشوة. وهي العصابة مؤلفة من أعضاء مركز التدريب وبعض الأشخاص النافذين ومشرفين الامتحانات كمان. لازم نشكل فريق تحقيق، ولوقتها نحن بدنا نوقف العمل بقائمة التوظيف. بس أستاذ أنا ما عم أفهم كيف ممكن الواحد يعمل هيك؟ يعني هنن عم يلعبوا بمستقبل الطلاب بس مشان المصاري؟ أستاذ مين هدول الناس؟ أرتي، من المعلومات اللي عندي عرفنا أنه متورط بهي القضية الصعبة مركز أتول للتدريبات.